تتشرف المؤسسة الخيرية لتعليم ونشر اللغة العربية في نيجيريا بالتعاون مع قسم اللغة العربية جامعة ولاية كدونا ومركز التعليم العربي بدعوتكم لحضور ندوة تحت شعار التمكين للغة العربية في نيجيريا ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وذلك يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من شهر ديسمبر كانون الأول عام 2022 الساعة 10:00 صباحا في قاعة التوأم جامعة ولاية كدونا مدينة كدونا نيجيريا.